الحجر الزراعي يمكن طبعا في الميديا وفي الإعلام تم تداول حواليه أنباء وأخبار ومعلومات كتيرة في الفترة السابقة. طبعا الحجر الزراعي غني عن التعريف إن هو البوابة الرئيسية لتصدير الحصات الزراعية المصرية، والبوابة الرئيسية برضو لاستقبال الواردات الزراعية من المنتجات الزراعية، اللي هي سواء منتجات للاستهلاك الآدمي أو سواء مواد للإكسار والزراعة في الأراضي المصرية. الحجر الزراعي خلال ال5 سنوات الأخيرة شهد طفرة كبيرة ونقلة نوعية في كل حاجة، على مستوى التشريعات، على مستوى القوانين، على مستوى المباني والهيئات، على مستوى الأفراد. موضوع الآفات الزراعية ده فيه اهتمام عالمي، وفي اتفاقية دولية لوقاية النباتات عملت يوم عالمي حتى في شهر مايو، يوم 12 مايو ده يوم عالمي لصحة النبات على مستوى العالم. فهو بيتخذ أهمية الحاجة زي بيتخذ هذه الأهمية من أهمية صحة النبات على مستوى العالم. طبعا في عندنا صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة النبات، ده الثلاثي اللي بيمثل الأنشطة على كوكب الأرض. فطبعا صحة النبات ده بيمثل 98% من الهواء اللي بتنفسه، 80% من الغذاء اللي احنا بناكله. ففي 40% من كل الأخطار أو من الآفات الزراعية، من المحاصيل الزراعية اللي بتزرع على مستوى العالم، في 40% من هذه المنتجات بيتم تدميرها بواسطة الآفات الزراعية. ففي عندنا خطورة كبيرة جدا من الآفات، وبالتالي هنا نشأ الحجر الزراعي. ونشأة الحجر الزراعي زي ما احنا بنقول كانت نشأته بسبب الواردات الزراعية اللي بتيجي لمصر. انما دلوقتي الحجر الزراعي اكتسب أهمية في ان هو بيقدر ان هو يفتح أسواق جديدة. المنتجات المصرية بصراحة بتتميز بجودة عالية جدا. فعلا المنتج المصري من الموالح، احنا بننافس الموالح الأسبانية والموالح البرازيلية، ويعني عملنا سكور على هذه المنتجات. فالحمد لله يعني احنا يعني لحد دلوقتي ماشيين بشكل كويس. طبعا التحية الكبيرة جدا للمنتج المصري. المنتج المصري يعني كان شغال في الدولة وكان في مخالفات وفي ناس مخالفة، ولكن الناس اللي هي شغالة بشغل سليم وبتطلع شغل سليم هي اللي استمرت، وهي اللي الدولة فعلا أيدت وقالت إن الناس دي هي المسموح ليها بالتصدير. الناس في مصر هنا ناس واعية، ناس يعني تقدر إن هي تشوف قد إيه الإجراء اللي إحنا بنعمله ده، هل ليه فعالية، هل هيوصلهم إن هم يصدروا، ولا إجراء ورقي ولا إجراء كده. فإحنا الحمد لله في فترة نقدر نقول إن إحنا ممكن 50-60% في وعي وفي اهتمام، ومحتاجين برضو إن إحنا نعمل توعية أكتر.